يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أهوال يوم القيامة تمر على المؤمنين والكفار أم هي خاصة بالكفار؟ تمر على الجميع، لكن المؤمنون تسهل عليهم ولا تفزعهم، وأما الكفار فالله جل وعلا قال ذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير، شدته على الكفار. أما المؤمن الذي قدم لنفسه العمل الصالح واستعد فهذا ييسره الله عليه، لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، نحن أولياء، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نعم.